السلام عليكم انا اسم امين فتحي مدير ديال شركه شيزونغ اير كونديشنين ماروك بالنسبه للاحتياطات اللي دارت الشركه ديالنا لوقايه الموظفين ديالها من جائحه كوفيد 19 تعاقدنا مع الشركه ديال نيتواياج اللي هي غتكون ريسبونسابل اللي هي كانت ريسبونسابل ديالنا باش يحطوا الموارد البشريه والموارد ديال الوقائيه من كوفيد 19 دونك درنا دي ديستريبيتور دي جيل اللي درنا اللي حطيناهم في كافه المواقع ديال الشركه بالنسبه للستاف وبالنسبه للشوب فلور اللي لتحت درنا دي تابي دو ديزانفيكسيون ا لونتري درنا اون كوميتي ديال كوفيد اللي كتخدم في شاك شيفت حنا دابا كنخدموا ثلاثه ديال لي شيفت لوزين كيخدم 24 سو 24 سوف لو ديمونش وفي شاك شيفت عندنا اون كوميتي لجنه اللي كتحرص على الاحترام المعايير اللي حطاتها الشركات ديالنا وحطيناها للوقايه من كوفيد بالنسبه للديستونسياسيون بالنسبه للزوبيراتور في شوب فلو بالنسبه للاحترام المعايير الوقائيه ديال الكوفيد لو بور دي بافيت دي لونات دو بروتيكسيون لي فيزيير la distanciation ديال بالنسبه للزوبيراتور في لا كونتين في لا كونتين كذلك درنا دي بروسيدور باش ان الناس ما يكونوش يجيو كلهم في دقه واحده بالنسبه للتعليم احنا بالنسبه لنا خدامين مع في لا سوسيتي جيزونغ وقايمين على التنفيذ ديال التعليمات والتوجيهات ديال السيد المدير بالحرف باكملها من بدايه من الدخول ديال بدايه الدخول ديال العمال الى بجميع المرافق وكنظلوا طيله اليوم ساهرين على التنفيذ ديالها والمراقبه ديال التنفيذ ديالها واش بالفعل كتطبق ولا لا لان طيلة اليوم خص ضروري من التحسيس وتنبيه الناس اللي هما ربما كيسهاو على التنفيذ ديال بعض التعليمات الخاصة بالوقاية ومن هاد الجائحة ديال كوفيد 19 par rapport à جائحة كورونا كوفيد 19 كما سبق شار المدير العام ديالنا ديجا حنا تابعين الاستراتيجيه ديالو par rapport لهاد الجائحه هذه لحمايه كاع الموظفين ابتداء من دخولهم حتى الماكله ديالهم حتى الاماكن العمل كاع المرافق درنا فيهم واحد استراتيجيه واحد ان بلان pour respecter كاع لي pour respecter les مسائل ديال الوقايه ها الوغ فوالا و كنا زائد هذا درنا واحد لجنه اللي لجنه داخليه سميتها لجنه الداخليه كوفيد 19 ديال شيزونغ موروكو باش كل نهار كل شيفت كل ايكيب عندنا حنا خدامين 24 ساعه كل 8 سوايع كندورو كدور هذه اللجنه هذه باش تاكد من ان الموظفين كلهم راه في حمايه كامله وما كاينش شي خلل في استراتيجيه اللي كنا وضعناها مع السيد المدير ديالنا المدير العام ديالنا اللي هو سي امين فتحي